صباح الخير عليكم يا احلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ هاد النهار هذا صبحنا في التيران، مشيت ديت اسلام الكره صباح بكرينا، راه شي 8 باش يلعبوا ماتش الاخر، حيت السبت يعني عطله. انا ان شاء الله باذن الله هذا هو اخر سبت ليا، نمشيو ان شاء الله نسافروا دابا حيت راكم عارفين كاينه العطله ديال المدرسه. المهم شنقول لكم، مونطيت الفيديو شويه معطل، احتاجيت من الفاكونس وداكشي، عاد حطيته نورمالمون خصني نحطو ولكن ما كنتش مساليه، مشيت زرت العائله والحباب وداكشي، ما كانش عندي الوقت باش نحط شي فيديو، كنت بغيت شويه نرتاح. المهم دابا هذا الفيديو اللي كنشارك معاكم، هذا النهار هذا السبت مشيت ديت اسلام الكره يلعب وصافي، ومن منين سالينا مشينا للكا الشوبينغ، مشينا نتساراو شويه ومشيت ناخذ واحد المونطويات من زارا. ايوا هادشي اللي كاين. كي دايرين نتوما؟ ياك لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كاش كتعاودوا؟ كي دايره مع هذا الجو هذا البرد هذا؟ وما انا كنهضر معاكم كنمونطي الفيديو كنقي القرقاع، لو كاين شي الصهد عندكم، حنا راه هنا عندنا البرد ما نكذبش عليكم، كاين البرد بزاف. المهم فرنسا فيها الصهد ونجو زوين، ولكن هنايا كاين البرد، ومرك عارفين جود بلجيكا مره البرد مره الصهد، كل نهار ونهارو، مره راه كتكوني فرحانه كاين الشميشه حتى كتبدا تصبع لك الشتا. ايوا كي دايرين بعدا نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. ايوا المهم هذا هو الروتين ديال النهار، هذا هو النهار السبت كيفاش دوزتو. المهم غنمشي نشري مونطويات وغادي نشارك معكم داكشي اللي شريت لولدي هيتوما، حويجات زوينين الصراحه في سيا، شويه مسيه وشويه مكخفوخ. المهم دابا غادي ان شاء الله باذن الله كنوجد باش نسافر، راك عارفين عطاونا هنا غير اسبوع في فرنسا، عطاوهم جوج سيمانات، حنا عطاونا غير سيمانه وحده، راك عارفين هذه هاد العطله دي ديال هالوين. المهم اخوتي هنايا دخلت لزارا، عجبني هاد المونطو الصراحه زوين، عندهم شي مونطويات فنين وعجبني حتى هذا، وكتلبسي مع الكسيوات تلبسي مع اي حاجه، عندهم اثمنه زوينه، انا عجبوني الاثمنه، هذا تقريبا شي 130 اورو زوين صراحه، عجبني عجبني حتى المارو ديالو. انا درت غير دويره خفيفه ظريفه، خديت غير داكشي اللي بغيت وخرجت، ما درتش ما طلعتش للفوق، بقيت غير لتحت، ما نكتبش لكم كانت شويه عامره زارا، الدنيا عامره، ما اختاريت انايا يعني كنوريكم المونطويات اللي جيت عليهم هما هادو. انا راه كنت كنعزل كنقيس، قيست لكم هذا اللي خديت هزيتو نيشان، صافي قلت غادي نديه، صافي ديت هاد الباج هذا وديت لو نوار، ديت الباج ديالو وديت لو نوار، صافي صافي هادشي اللي خديت، قلت حتى ان شاء الله كل مره نبقى نخطف حاجه. عجبتني كيعجبني الحوايج ديال زارا زوينين وثمن مناسب، ما نكذبش عليكم، عجبني حتى هاد اللوين هذا هاد الزيتي، عجبني فني ون الصراحه حمقني، وراح احسن من الباج، غير ولدي عجبو الباج، وحتى راجلي معايا طلو اختار الباج حتى هو عجبو، صافي خديت غير الباج والكحل. زوينين بزاف والله، كتكوني بعض المرات لابسه شي تريكو سخون هادي كتبغي تلبسي عليهم غير شي مونطو هكا خفيف، المهم راه خفاف وزوينين عجبوني. المهم واحد خديتو ب 45 اورو وواحد خديتو ب 54 اورو. المهم انا راه بغيت نصور لكم، ما قلت بلا ما مشيت للدار نصور لكم، نصور لكم قدام المرايا، كاين اللي كيعجبو هاد الستيل هذا سبور. المهم صورت لكم غير شي لقطات وصافي. هنا شحال وانا كنعزل في الالوان ونعزل في ليطاي، صافي في الاخر خديت داكشي اللي جيت عليه، كنت ناويه على القلب اجا ناخذو ولو نوار غناخذو، صافي والله الا خرجت خديت واحد الريحه ديال زارا، نسيت ما صورتهاش لكم، خديت واحد الريحه ديال زارا زوينه تما، صافي ما دخلت لا سياله والو، دخلت واحد المكازا ديال الصبابط خديت الهيتم واحد سبرديله صافي، ومشيت في حالتي، دخلت لهاد المحل ديال لي بيجون وداكشي ديال الفلايل داك التخربيق، ما خديت منو والو. بصراحه ما نكذبش لكم كلشي فيه غالي، الثمنه غاليين بزاف، يعني فليل واحد ولا باندا ب 12 اورو ولا، المهم غاليين غاليين فيهم الاسمنه غاليين بزاف. صافي ضربت واحد الطويره خفيفه وخرجت في حالاتي، ما خديت والو من هنايا، انا مولفه كنجي هنايا كيعجبني هاد المحل غير ندور فيه ونشوف دوك الحويجات اللي فيه،
صراحة هذا الشيء بحال هكا الأحسن الإنسان يطلبه من الإنترنت، من شين ولا من ويش، حسن ويجي يطلب الدار كيكون بثمن رخيص على عكس المجازات كيكون هذا الشيء غالي. يعني انتم شوفوا دابا هذا كيدير 14 أورو، واش أنا غنخطف ليه ب 14 أورو؟ راه ما يمكنش، يعني غالي بزاف. اش نقول لكم، كون كانوا الفلوس ماشي مشكل، بصح 14 اورو جاتني مبالغ فيها باش غنش ناخذ انا في ليل ب 14 اورو. ما كاين لاش، انا كندوموندي من شين كيجيني كلشي حتى للدار اثمنه مناسبه، ولا علي اكسبريس ولا ويش، المهم شين اغلبيه شين كتجي دغيا دغيا، مومين 3 ايام 4 ايام كيكونوا في الدار، الا تعطلوا كيكونوا في الدار. المهم صافي، حتى ما لقاوكمش في الدار راه كيداو من البوست وكتمشي تاخديهم من البوست. صافي هادشي اللي كاين، انا ضربت دويرة خفيفة ظريفة ومشيت في حالاتي. المهم اخوتي اللي مازال ما مشاركش في القناة ديالي يشارك في القناة فضلا وليس امرا، بطبيعة الحال كل شيء بالخاطر. اللي مازال ما مشاركش وزيز عليه، المهم كيتفرج في يوم تبعني وما مشاركش، يطلع لديك ابوني ولا راه مكتوبه، مرة كتكون مكتوبه ابوني ولا سبسكرايب، وكليكيو عليها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. شكرا لكم اخوتي على المهم كومونتيرات ديالكم الزوينه، واللي كيدير لي لايك شكرا، واللي ما كيديرهمش حتى هو شكرا. معليش بغيت نقول لكم غير من الاحسن ولا كان ممكن ديروا لايك باش يوصل الفيديو لعدد كبير، محتكم نتوما كتفرجوا فيا وكديروا لايك كيطلع الفيديو للناس اكثر ويقدروا حتى الناس يشوفوه. المهم بارطاجيو الفيديوهات باش يوصل لاي واحد وشكرا. المهم هنا ضربت غير خفيفه دغيا دويره خفيفه. اسلام بغى ياكل لا كلاص، شريت له لا كلاص في الاخر، نسى لي البرديله ديال خوه اللي شريت له، ايوا حطها ونساها، كان كيلعب بهاد الشاسيه الصفراء، بغى ياخذ لا كلاص حطها وصافي خليها لي تما. حتى مشيت للدار انا ما ديت ما عجبت، مشيت للدار وما لقيتهاش، صورو رجعت لقيتها عند مولات لا كلاص، جاب الله احتفظت بها الحمد لله لقيتها. صافي ومن تما مشيت عاوتاني رجعت للدار، النهار هذا داز عندي شاق، رجعت للدار لقيتها ما جاتش قد ولدي، ورجعت المره الثانيه الثالثه يا ربي، رجعت المره الثالثه لهاد الشوبينغ، عاتي النهار كامل وانا غاده فيه جايه فيه. صافي ما لقيتش قدو ودومونديت له الطاي، جات له حتى للدار. صافي عاد كانوا جابوها لي حتى للدار ما لقاونيش، مشيت جبتها من لابوست، حطوها في لابوست ما كنت مسافره. صافي ومشيت جبتها من لابوست. صافي هادشي اللي كاين خوتي، المهم بقاو معايا حتى لخر الفيديو. هنا ضربت انا واسلام الدويره في داك المحل ديال السيارات، عجبوني صراحه، عجبتني الميني كوبر، يا سلام فنه فنه. اي والله يسهل لكم، واللي ما عندوش الله يرزقه يا ربي ويفتح لكم باب الخير، واللي بغى يحقق شي امنيه الله يعطيها ليا في هذا العام الجديد. ايوا المهم خوتي بقاو معايا، كثرت عليكم بالهضره. المهم هنا خوتي رجعت للدار كنجمع لي فاليز. صافي هنايا شريت، بغيت نشارك معكم حويجات اللي شريت لولدي الصغير اللي عنده تقريبا عامين، قريب يكمل ان شاء الله عامين، شهر واحد يكمل عامين. المهم هنايا خديت له هاد الجاكيطه هادي، المهم ماشي جاكيطه، المهم بحال جيلي هو جيلي، وخديت له هاد بحال بيجاما بحال سيرفيت بحال بيجاما، المهم كل واحد شنو كيقول لهم. كنت خديت جوج سراول بحال بحال وجوج بوديات بحال بحال، ومش حاجه خديتها من كارفور وش حاجه خديتها من صيا. بغا نوريكم هادو خديتهم من صيا، كانوا جوج سراول مع بعضياتهم، جوج تريكويات مع بعضياتهم، خديت جوج جوج، تقاموا عليا شي 15 اورو، 15 اورو ولا المهم تقريبا 15 اورو 16 اورو. المهم جوج سراول ب 14 اورو ولا 15 اورو، وجوج تريكويات بواقيلا 25 اورو ولا ما اظن. المهم داكشي في سيار خاص ديال الدراري الصغار ما غاليش بزاف. المهم هنايا درت له هذاك البودي مع سروالو، كل حاجه مع سروالها. صافي تجيني ان شاء الله باش غيسافر. خديت له هذه من كارفور كانت عجبتني، كنت كنتقدى وعجبتني ورجعت شريتها. خديت له البودي بوحدو كيدير تقريبا شي 7 اورو، وحتى السروال تقريبا شي 8 اورو. المهم هذيك البيسه الاخرى هاد الحمراء بلا شوميز لو نوار
خديتها له باش 10 اورو، المهم رخيص يعني. شحال هادو خديتهم من كارفور، هادو خديتهم اللي هزا دابا من سيا، وهاد البيسة هادي اللي فيها لي كولور خديتها من كارفور. المهم شي حاجة خديتها من كارفور، شي حاجة خديتها من سيا، كان أثمنة مناسبة صافي. وقلت علاش لما نجمع ليه الفاليزه ديالو، قلت علاش لما نشارك معكم المشتريات ونشارك معكم دوك بيجامات. قلت الصراحه مشي حتى البريماركس، وبالنسبه للبريمارك فيها اثمنه يعني تقريبا بحال سيا، وكسيا كاليتي على بريمارك. المهم قلت تقريبا ليا سيا، اللهم نمشي لسيا بلا ما نمشي بريمارك. بعد ما راس بريمارك مابقاش فيهم كاع داكشي اللي بغيت، كيكونوا طيروا حوايج الدراري الصغار ما كاينينش اصلا. سيا ديما موجودين يعني تقريبا الحوايج. وبالنسبه للبيجامات راني خديتهم من كارفور حيت سيا جاني داكشي صغير، ما كاينش بيجامات قد ولدي. المهم هاد اللبسه هادي زوينه بالتقشره ديالها بديك يعني تقريبا ماشي لاجوميز، غير لاصقه فيها نص نص. المهم هادي خديتها له ب 10 اورو. وكاين شي حويجات في كارفور زوينين تقدر تاخديهم للدراري، ولا دي شي واحد هديه من كارفور والله الا زوينين. انا مجربه حوايج كارفور. المهم صافي خديت له هاد البيسه، خديت له هادي بسرواله حتى هي من كارفور مع التقشرات ديالها زوينه صافي. المهم انتم معايا، كملوا معايا الفيديو وتشوفوا المشتريات اللي شريت لولدي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ونكملوا معايا حتى الاخر. انا دابا نجمع حوايج لولدي، بقاو معايا. نازل عندي ثوره برا برا نشوفو ليا دانا نفكر ولاتي يا نسيتو. نازل عندي ثوره برا برا نشوفو ليا دانا نفكر ولاتي يا نسيتو. عمري ما نويت بيتك هاد ما نسمح فيه، لكن انت اللي بغيت هجرتيني ومشيت الدار ما بقى ثقة فيه. وما ديستونس اون فرونس البعد اللي رشاني وما بيش الغربة، انا هنا يا شبعان بيت زيارة غزالي غزالي كملت عليا من ذكراني عيان. ولا ديستونس اون فرونس البعد اللي رشاني وما بياش الغربة حبيبو هنايا شبعان. غزالي غزالي يا كملت عليا من نكراني عيا. هي عمرك ما خسرتيه معايا جامي وفيك الخير وزدتيه لي وعطيتيني الامان، طلعتيلي شاني وعلامي قدام العديان. محن وما نكذبش شعر مخبل مي شافو يهبل يا تمشي ميزان تقسيل العبيد الرب العالي كيف ندير يا من دين الخير تبغي نرويك الهيئة الرب العالي كيف ندير يا من دين الخير.
المهم هنا خوتي جمعت حوايج ولدي الصغير مع حوايج ولدي الكبير. باليزا شركتها لجوج دراري ولادي بجوج، وباليزا انا وراجلي ما بغيتش ندير بزاف د الحوايج راكم عارفين، واحد الصاك اللي زيت فيه شوشوار وداكشي ديال الدوش وصبيبطاس وداكشي اللي غنلبسون، دينا شي حاجه زايده وصافي، ما بغيناش نديو بزاف يعني بزاف د الحوايج. حنا غادي نجلسوا ما عرفناش شحال نجلسوا، واش سيمانه ولا 3 ايام ولا 4 ايام على حسب. المهم ديت حويجات الدراري هما اللي كيبدلوا بزاف، عارفين الدري كيوسخ وداكشي داكشي علاش. المهم هنايا في بيتيك مع حوايج هيثم نديرهم معايا، وحوايج اسلام راه بطبيعه الحال في بيتو لتحت، هاد غادي نهبط نقادهم له صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا صفت الحوايج ديال هيثوما، ودابا غنصف حوايج راجلي وصافي وحوايجي حتى انايا. ايوا المهم هانتوما معايا. المهم بديت معايا البيسي، راكم عارفين لوك فيديوهات داكشي كيسمع معايا البيسي في هاد اللعيبه. شوفوا هاد الباليزه جبت فيها حوايجي انا وراجلي، قال لي راجلي شاف هاد الحوايج كاملين وين تخلع، قال لي وحيد غادي المغرب ضحكني. المهم هادي باليزه ديال الاسلام جبت فيها حوايجي انا وراجلي، وهادي جبت فيها حوايجي انا حوايج اسلام وهيثم، قال لي واش غادي المغرب واخا كركم عارفين الدراري الصغار ضروري الباجاج. المهم هذا فيه ليكوش ليكوش وداكشي ديال الدوش وصبابط. المهم راكم عارفين ما غاديش دي صبابط واحد بس برديله وحده للدري، ضروري جوج بديلات. المهم الروينه خلينا في الدار ما نكتبش عليكم، خلينا الروينه هذه بوكنطاس ديالو لحقاش عنده التمارين ديال المدرسه ضروري خصو يدير التمارين. شورتيني ومشيت ترى ما بقيت قاتل.